أعلنت دائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان عن نتائج جائزة حبيب الزيودي للشعر بدورتها الثالثة للعام 2023 خلال حفل أقيم في الجامعة الأردنية بحضور عدد من الكتاب والشعراء والمثقفين. وتحمل الجائزة اسم الشاعر الأردني الكبير الراحل حبيب الزيودي تقديرا وتكريما لما قدمه الراحل في مجال الشعر، وبخاصة فيما نظمه من قصائد في حب الوطن والانتماء له. وتتضمن الجائزة لهذا العام ثلاثة جوائز: الجائزة الأولى لأفضل ديوان شعري منشور، أما الثانية فهي لأفضل قصيدة فصيحة، بينما الثالثة لأفضل قصيدة نمطية، فيما خصصت جائزة واحدة للشعراء العرب المقيمين في الأردن. شكرا للجنة التحكيم الذين فروا القصائد فري الأديم ووقفوا منها وقفة الحاذق الفهيم، فاختاروا الفائزين من مجموع المتقدمين بعناية المبصر الحكيم. والحق أقول بأن كل عمل تقدم للجائزة كان فيه من الإبداع ما فيه، فالكل فائز بأن رمى سهم محبة وعرفان لحبيب الزيودي. فالشكر لكل المتقدمين للجائزة موصول ومقدر ومشكور. العالوك أم عمان؟ لم أعد أعلم، فقد حيرتني وحيرت غيري، لكن العالوك بقيت هي العالوك، وعمان بقيت هي عمان حتى وإن كبرت، فما زالت على عهدها، وهي اليوم تحيي اسمك وتصر عمان أن تعود بك إلى الأردنية حيث أتيتها طالباً ثم أتيتها شاعراً، وها أنت تعود إليها محملاً بورود العاصمة، تنثر الورد على من يستحق أن يكرم اليوم.